جيب سطلو غسلني وطلع معك جعفر. انا شو بدهم يحكوا رفقاتك بس يشوفوك اللي بدهم اياه. لا لا يا سيفي اوه سبع ارانب سبع ارانب راح عندنا شو بيضه سته مره واحد حب عم طحنوه هاد حكت مثلا مجنون مجنون انت مجنون شو عي جحش جحش كيفكم؟ اليوم أنا مع رفقاتي نازلين نعمل حلقة، شو اسمها؟ أمير صالح بشير وأنت؟ ميرنا ميرنا، أنا وأمير وصالح، وأنت؟ صالح عم ببوس المايك يوسف، المهم نازلين نسأل عالم شو أكتر شيء بحسوا حالهم هيك مميزين عن العالم، ما بعرف، بتعرف شلون؟ ما بعرف ما بنعرف، المهم حنسألهم نحن، قلن يعملونا لا؟ عملونا لايك أو كومنت واشتراك وسبسكرايب عملوا سبسكرايب سبسكرايب هيا تي خليهم يسمعوا سبسكرايب سبسكرايب بتعملوا انت شو بدك تقولي؟ ما بدك تقولي شيء؟ عدلهم يا سبسكرايب سبسكرايب هيا تي اعطيها انفعال سبسكرايب سبسكرايب هيك عصب سبسكرايب عصب عصب اعطيها هيك عشان يخافوا العالم سبسكرايب ما عم تعصب ارجيها عصب سبسكرايب الله عليك عملوا سبسكرايب يا اخي شوفوا الحلقه انت بشو بتحسي حالك مميزه عن العالم يعني شوفي عندك ميزه ما حدا عنده اي بني ادم عنده ميزه بيتصف يعني فيها عن يا عيني عليك شو هي الميزه اللي عندك يا مو انا بحدد العالم بتحدد. شو بتحسي انت انت عايزه حضرتك لو انا نسال رفقاتك ومعارفك والدنيا يعني هلا من حكي العالم من حكي رفقاتي اهلي انه الهضامه الهضامه مهضومه يعني طيب. هيك بيقولوا هضمانيننا شوي ما فيني مين هضم انا ولا انت ولا ما حدا اثنيناتنا هيك لا انت كثير مهضوم يعني بس انه على حسب الواحد معاشرته ايه طب اعطينا شيء هيك نكته شيء قصه ضحكينا ما بعد انا هيك بقول ممكن انا ماني موضوع ممكن زنخة اكون ممكن طب كيف بدنا نتاكد نحن ببين كيف هلا انت شو مبين معك لسه ما بين ما بين معك شيء في شيء بيقول لي شو هو المثل كل شيء على المغتسل بيبان بس ما له علاقه بالسيره الله لا يوفقك جيب سطل وغسلني وبيب معك معلش شوي ناخد مي بس هيك نغسلها بيطلع معك جعفر عجل بيطلع جعفر هلا بتقولي بيميزني الجمال وشو بعرفني الجمال ايه مع المكياج مع المكياج بدون مكياج اغلب البنات هيك يعني مع المكياج جمال مع المكياج جمال بدون مكياج جمال بتطلع لا جمال مو لهالدرجة يعني مو لهالدرجة التناقض هي انا عم ضحكك ضحكينا شو بدي ضحكك مو انت مهضومة ما فيني اتمسخر عليك انا والله خذي راحتك يعني اخذ راحتي او على ميشو مثلا بيشبه هذا بعرفه مين؟ شو بيشبه؟ هذا بعرفه هذا شخص حيعرف مين هو يعني شبهنا يا عادي خلي راحتك لا شخص خلص حيعرف شخص يعني قولي بيشبه الكوساي مثلا لا عجل مش بيشبه الكوساي بس مو محشية عادية منفوشة المنفوشة بس تفرط بالطنجرة وهيك فبتفقع هي فهلا حفقع منك هو هي مو هضامة هي تنمر عم تبكي؟ هلا انه بتهضم لطيفة مع الكل بحب الكل هضامينا طيب ضحكينا تفضل لا ما بضحك انا بس بتهضم يعني بتهضم كل شيء يعني باثناء الحديث بحكي لها ايه قول طب شيء انت انا عم بحكي انه يعني مهضومة يعني ضحكون انه شو كمان انه يعني مو ضروري نكات بس انه يعني هيك برمي دعابات باثناء مين دعابة مره واحد حب عم طحنوه تن 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 هذا حكت مثلا اسف مين قال لك انت مهضومه لكن انا مالي علاقه هدي لاقول لك شيء طيب مين بيقولوا يعني مين رفقاتي العالم هيك حوالي اوف على الكذب اوف بقولوا انه معلش رفقاتها لا تقولوا لا كشكل اوكي هي النكته لا تعيديها خلص اسفه طب ما طلعت كنا وحده ثانيه نعدل الوضع هاتي لنشوف مره بندور نعمل توت طريق اجت وحده قالت للثانيه انت بدي بسياره بوينت ايه تقول الدم ده اتحكت لا تعال معلي لا مهضومه انت عم نمزح ميرسي ميرسي شكرا بس انا برايي لا تقولي هدول النكت خلص اعطيني نكات يعني خلص اليوم بكتب لك على مدونتي النكت تبعي ماشي خلص اعمل لك بلوك خلال هال 46 سنة انت بشو بتحس حالك مميز؟ لما بسمع صوتك بنسى كل اللي بدي اقوله بدي شيء اعمله وانجح فيه بوصل له يا عيني عليك اخر شيء حبيت تعمله ونجحت فيه
انه في مشروع طبعا ما بدي اذكره. ايه في مصاري؟ ايه يا سلام. الله حيو ابو حميد شلونك؟ تمام. قديش اكل معك وقت؟ شي سنة ونص. وقديش كان حاطه براسك كم سنة؟ سنة. سنة. يعني ضليت سنة عم بتكتك فتت فوت. أكثر من سنة عم تكتك فتت فوتي على أساس سنة ضليت سنة ونص بالتنفيذ. أنا عرفته للمشروع فكرة. مشروع دمه. بيحكوا لي إني أنا طيوبة بس أكثر شغلة فيني بيحكوا لي مو ميزة. عنيدة. عنيدة. إيه. كمان مو ميزة. إيه هاي ميزة. يكون شغل ميازة يعني. إنه بس حط راسي بشي بدي ساوي يعني. إيه. شو آخر شيء حطيتي راسك فيه؟ حطيت راسي إنه بدي فوت حقوق وساوي وفتت. فتي حقوق. إيه. الله عليك أحسنت يا ابني والله. والله شطورة. خافي من الكلام؟ شوي. هلا بتخافي منه للكلب؟ هلا. ليكي حبابها. شو اسمه؟ سيفيك. شو اسمك حبيبي؟ شو اسمه؟ سيفيك. سيفيك. لا ما بيعه. هلو. لا لا يا سيفيك. عود. وهذا شو اسمه؟ رعد. رعد. مين الشرس بيناته؟ رعد. رعد الشرس. رعد الشرس وسيفيك آدم. إيه. هذا اجتماعي كتير. تعالنا نسأل هلا سؤال عن الكلاب لحظة نو بشو هيك بتحسه مميز للسيفي؟ وفي وفي كل الكلاب وفايا. ايه هذا بالذات. ورعد تاع رعد رعودة. رعد بشو مميز؟ شراسته جيرماني هذا. اه جيرماني بعده عنا يرحم بيا. لا بس هيك اكيد. ايه اختصاصه حراسة. حراسة وحرامية. اه بتستلعب بطابة بيقعد حارس يعني. ايه وحرامية. حرامية. ايه بيعرف الحرامي. هلا خليه اشرنا هيك على الحرامي بس يا سي في عم نشتغل. ها عم نشتغل. سيد سيد سيد. خلص وين هربتي؟ جنس لطيف كمان. اه يا نسوانجي. خير نسوانجي انت مال نسوانجي ومايككجي سي في. لا تخافي نور يعني هو بيعض بس مو كثير بيعض على الخفي. نرجع لحديثنا. انت شطوره نور دخلتي حقوق. ايه كم مره عدتي البكالوريا؟ مره واحده. مره عدتيها يعني قدمتيها مرتين؟ مره. لا بس مره. مره من اول مره. حاطه ببالك فوتي حقوق فتي حقوق. ايه هيك كونوا مثل نور حطوا مخكم شغلات مفيده مو اكيد طبعا. نور خلص غشيت عم تقول يس براس شيء بده يساوي يس. هيك هلا صار راسه نور. شو حسيتي حالك مميزة عن رفقاتك أو عن العالم؟ هلا بحس حالي لسه محافظة على طبيعتي بشكل ايه. عام. رفقاتك مصطنعين. ايه. هلا شو بدنا نحكي؟ بدنا نقول هيك. كلهم؟ الأغلبية ايه. كيف الاصطناع عندهم يا؟ حكي مصاري. هم شخصيتهم الطبيعية بتصنعوا كل شيء عم يساووا. شو السبب؟ بالتجميل. دي مع التجميل ولا ضد؟ هلا بحالات معينة أكيد مع بس كتير الشيء الأوفر لا أكيد ضد. ليش والله حلو التجربة؟ لا الواحد بس ما يكون كتير مأوفر. هيك الله خلقه ليش لحتى يغير بخلقة ربه. الله حبيبي. تغيير موديل مثل ما بيحلق كذا بس ما يأوفر يعني. كتير كتير أوفر صارت يعني بتحس صاروا البنات كلهم نسخة وحدة. فاتك كلهم عاملين تجميل. انت؟ لا أبدا ولا شيء ولا شيء ولا شيء كله طبيعي. كله طبيعي. الله برافو حبيبي برافو حبيبي. ميزتك انك لساتك طبيعيه. شلون ميزتك انه انت طبيعيه ما بتصدق تماما. وهن من زمان يعني هاي هن من زمان هيك ولا من زمان جديد هيك بلشت الموضه؟ لا مو عن جديد من زمان. هلا شو بدهم يحكوا رفقاتك بس يشوفوك اللي بدهم اياه. هدول الشباب قال عم يتحدوني اجي طلعوا المقابله عارفانين وين فايتين. ممنوع حدا يغادي. لا لا ممنوع انت. لا لا تعالوا. شو حبي؟ ما ضل حدا غيره. قاعد انا. وين هرب الزلم وغزا وشمال؟ زلم على اساس والله حي. وين؟ عم بيقول زلم وهي هرب الكل. وينو الحصان؟ راح الحصان. شلونه؟ الله حيك. والله هون ظريفي عند النهر. خيو مرحبا عليك. الله حيك. شو اسمه؟ خالي. قد ايه عمره؟ 23. خلال 23 سنة، بشو رفقاتك بيقولوا عنك مميز؟ جحش. شو عي؟ جحش جحش. الله يسامحك بس، الله يسامحك. لهيك رفيقي مزبوط؟ ايه والله. قرب شوي يا زلمه واحد قاعد. شوفك هون هربتوا يا شباب. ليه؟ شو الرفاق؟ بك انا معي هاد بس. بس ها الشباب الباقي؟ كنا قاعدين عم نلطش بنات سوا. بعالم صايعه يابا. اه بليتهم هيك معا. لك شوفك مرتك.
جوا وين الخاتم؟ عملها مرته مو لابس خاتم وانا شفته بعيني عم يحكي مع تنتي. بصير هالحكي؟ عم نمزح يا زلمه، لازم نغير جو. نغير جو مع البنات. ايه تبي مميز انه عم طبق نسوان وتم جوز، هي ميزتها. لازم نغير جو. مين الشارع اللي كانت معه؟ هم فيتنا مرقه. فيتك مرقه. انت تسكت خالص، شكلك كده حيودينا في داهيه. شايف بلش يزلاها، بلش شو ميزتها؟ بشو يعني؟ اول شيء متجوز. ايه عندك ولا؟ ايه عندي بنت. عندك بنت، الله يخلي لك اياها. الله يسلمك. ليش تارك هيك ونازل هلا سياره؟ لازم تكون التزم. الكهرباء. خذ العائله واطلع مشوار يا زلمه. طالعه هي مع اهلي لحالها. ايه انا كنت طالع مع هالكلب. ايه. واحد كلب واحد جحش، شو بكون؟ يا زربه حبيبي. طب بشو بيتميز رفيقه؟ ها؟ ايه اللي انت قلت عنه. هذا زير النسوان. وانت؟ وحياه هلا فتح جواله في اكثر من 100 رقم بنت. مو متجوز؟ لا ما لك علاقة. انا ادمي. اسمعك ما لك علاقة. انا ادمي. كل واحد عدينه. الله يعين. الله يعين. شو عندك ميزة؟ انا تتميز فيها على العالم. عصبية. عصبية كتير. حاول شوف دكتور عصبية. لا عصبية ليه؟ عصبية انه دغري بضوج. ضو. روي ابو النو. هلا انا بنقي كتير. ايه فهي مميزة عن غيري. هي ميزة؟ انت فاهم كويس ولا فاهم كويس؟ مو منيحة. ميزة هاي؟ يعطينا ميزة منيحة. شي منيح. شي منيح. كتير بتنا؟ كتير مبين من صغر. عليكم بتنا؟ ماريا منيحة بالرسم كتير. بالرسم؟ بالرسم يعني رسامة. بيكاسو نسخة الشامة. انت شو عندك غير رسم؟ انا عشان هيك بحب أقفل هيك. حبيت أقفلي مفلاتية. ايه هي. وهي بشو بتحسي عندها ميزة؟ ترسم وهيك. ترسم كمان. غير الرسم؟ غير الرسم بتجيب أرانب. بتنقي وبتجيبي أرانب وهذا كتير لأهلة. ايش جيبي أرانب؟ بتحبهم كتير بحبهم. عندي سميهم؟ لا مو بسميهم، عندي 3 أرانب بالبيت. طب فيها غنية 10 أرانب؟ غني لك يا يلا غني. هي الغنية بتقول 10 أرانب 10 أرانب راح أرنب شو بيضل؟ 9 أرانب 9 أرانب راح أرنب شو بيضل؟ 9 من أرانب؟ 8 من أرانب 8 أرانب راح أرنب شو بيضل؟ 7 أرانب 7 أرانب راح أرنب شو بيضل؟ 6 أرانب 6 أرانب راح أرنب شو بيضل؟ 5 أرانب طب 5 أرانب 5 أرانب راح أرنب شو بيضل؟ 4 أرانب 4 أرانب راح أرنب شو بيضل؟ 3 أرانب 3 أرانب راح أرنب شو بيضل؟ 2 أرنبين حلوين اتجوز وجابوا 10 أرانب 10 أرانب راح أرنب شو بيضل؟ 9 أرانب 9 أرانب راح أرنب شو بيضل؟ اسكت اسكت خلاص خنقت خلاص عاد. بيقولوا لي انت كفو انت 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 كفو انت انت يعني انا انت ايوه فما اقول انا ايوه ايه انه انا كفو ايمت محتاجوني مثلا بيلاقوني وكذا وهيك ايه وشخصيتي قويه بس هلا لبختيه مو كفو لازم فورا كنتي تقولي لبنطلع مقابل لانه خجلت هيك ما عليك كفو خلاص هيك كفو جيت شو كفو ولا ما كفو هي بلا كفو كفو لبته طبعا كفو كفو طيب انت صوتك صغيره بس بشو هيك بيقولوا لك يعني انه كذا مثلا انه يعني انه حبابه قلبه طيب انه بفهم الاشخاص وقت يحكوا عني وهيك انه يحكي يحكوا لي وهيك اي صار تمام تمام كاتبه وظايفه هسه كسلان انا بكتب وظايفه شو بكتبه تارك الدراسه عم تفرج على نيودو لا كاشفه بس هي كل خلق تتفرج عليكم وهو المطلوب nothing can stop me I'm all the way شلونا؟ رواق ليش قاعد هون؟ يعني شو هالقعدة هي؟ ما لك هنا مكان قاعدنا شو تقعد على راسي يا زلمة يلا ما عليك خليك قاعد وانت شلونا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله تمام محلين الأجوبة شاي شو اسمه؟ سعيد عطول إن شاء الله وانت؟ يزن فداء ليث 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 والله ليث 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 مو ليث ليث خيو أول شي عم نعمل مقابلات لنيو دوز عندكم مشكلة؟ لا طبعا بالله تكون عندك مشكلة أعرف حضني يا زلمة أعرف حض النوع من أنت وفدأ أنه قلة أدب بشو بتحس حالك مميا؟ كل شي غير أنك هيك سلتي كل شي كل شي نوع الضحك شباب كل شي أنت بشو بيقولوا لك أنت مميز هيك كذا مزا حزا لزا شغل أزا سألو بشو مميا؟ ليث ليث كثير صعب ليث خلص ليث ما جايب لي هاي ليث أرماني سميت هالي ليث ليث ليس 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 ليس
لك هو وانت وكل العالم. هو والله حاله هو عم بيقول احكوه عنه. نحكي عنه؟ ايه بشتغل بالشيراتون بس خواجه. ايه في عمله؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مين عزم مين اليوم؟ كل عزم بعض. مبسوط بالقعدة؟ اه رواق. انت بشو مميز؟ شايف ايطالي. شايف ايطالي، شو يعني؟ يعني سناكات غربي ايطالي. شو اطيب اكله بالايطالي غير البيتزا؟ هلا سلابينا تقول لي بيتزا بيتزا. لا غير البيتزا تطلع معكم مثل قرص الفلافل يا زلمه. لا يا زلمه نحن الكل بالشرق كلياتكم خواجاء. وين السهرة اليوم؟ والله خلصي كلياتكم بشرتكم سهرانين بالحارة يا زلمة على السوكة. لا يا زلمة أنا سوكة هاي السوكة اسمها أول مرة يا زلمة. طب أنت بشو مميز؟ نالك شيف إيطالي. بشو مميز؟ بالأكل. بالأكل طبخ الأكل. طبخ الأكل ولا كمان بالأكل؟ بالاثنين. بالاثنين. وأنت؟ أنا نجار بطن. نجار بطن مو بالشرتون. سو حظنا ما تزبطوا معكم. هذاك الادم اللي ما طلع كمان بيشتغل بالشركة. طب ما تزبطوا للزلمه معكم؟ ما رضي. شو هالتقفله؟ قال بيطلع اكثر مننا. شو حبي؟ شو والله اليوم عم بيقولوا لي نجار باطون يوميته 10-15 ألف. لا يا زلمه 25 ما بيرضاهم. ربعيه شو رايك تشتغل انت بنيو دوز وانا اشتغل بداله؟ شو بقى احكي خود وعطي وما حدش يسالني ولا كلمه لاني مش فاهم اي حاجه من اللي انا بسال وجاوب عنه. والله بعرف انه شو. شو بتحس حالك مميز؟ ايه شو بيقولوا عنك رفقاتك؟ شو مميز؟ صير انت مزيح والله. وينك حكوش انا شو مميز بلا شيء انا. لا ايه والله هيك شو يا زلمه بالله حلال. طيب خلص عملت هذه شغله مزيح. خلصنا المقابله خلص. كيفها؟ منيح. شو اسمها؟ ميزه. شو يعني ميزه؟ ما بعرف. ما بتعرف شو يعني اسمها؟ لا. طيب وانت؟ تايم. تايم شو يعني تايم؟ لوف. لوف شو يعني لوف؟ حب. شو يعني حب؟ الصبي والبنت بيحبوا ايتش اذر بيحبوا بعض. طيب شو يعني الصبي وشو يعني البنت؟ لا يا حبيبي بتعزمني ايه بالضبط؟ هلا بنت ما عندها شلونج. شلون؟ شلونج. بس الصبي عنده شيء اسمه شلونج. بتقول ايه انت؟ شكله شيء مو منيح يا جماعه. انت وين عايش؟ بسوريا برا سوريا؟ لا بدبي. بدبي. وانت؟ دبي. اخوه. وانت؟ انا هني ولاد خالي. ولاد خالك هني بدبي. ايه. انت هون لبنان بشو بتحسي حالك مميزه او رفقاتك بيقولوا لك انت مميزه بهيك هي؟ اي شيء حبابي. هلا كل الشعب طلع حباب. اعطينا غير حب. ما عادت ميزه. كفو. كفو. اخر كفو انا تكفنت هي شو كانه انك نزلتيهم اليوم مشوار مثلا. مثلا كفو كفو يا اسطوره. انت الوحيده اللي قبلت تنزليهم ولا كيف؟ انا الوحيده الموجوده هلا هون اقرب شيء لهم. كفنت معكم؟ ايه. انت بشو بتحس حالك مميز؟ مجنون. مجنون؟ انت مجنون؟ ايه. ايه ده ايه ده؟ ليه؟ ليه؟ ايه بتخلص عن العالم. ايه بكسر غراض هيك راسي بخليني ما بعرف بنبسط هيك اتس فن. بهرب. بهرب صاحي بعمل شيء وبهرب منه. انت بدبي عادي بكسر بتعمل هاي. لا على فكره هون اللي بكسر. دبي بيلقطوني. وانت بشو هيك مميز؟ هلا سألنا الكل يعني لسه بدك تفكر؟ بدك. انا شو بدي ما بعرف يعني مميز يعني وات ار يو وات ار يو. خير شعرات. غبي. ذكي. ذكي. اعتمد. بكذب. بكذب هيك رايك؟ ما بكذب. ليش ما بكذب؟ كذاب؟ ماما انا ما بكذب. شو الكذاب؟ ها؟ شو الكذاب؟ شو عنا؟ ايه هو كذاب. انا ما كذاب؟ هلا هو كذاب بس جذاب. كذاب. انت ولا هو؟ هو الكذاب. وانت؟ جذاب. جذاب. ايه. وهيك كانت حلقتنا وشفتوا العالم بشو بيحسوا حالهم مميزين، شفتوا حتى كمان سألنا الكلاب يعني بشو مميزين الكلاب، ما عم نقصر نحن بحقكم، جايبين لكم مايك جديد، ما حدا قال لي مبروك عليه، كل الحلقة عم بعمل لكم هيك هيك هيك. قول هلا ببين معنا مين عم يحضر الحلقه للاخير حيكتب لي مبروك المايك الجديد ببين. شايفين الذكاء ما قلت لكم باول حلقه قلت لكم باخرها. والله ما عم نقصر معكم. لا تقصروا معنا شيرات لايكات سبسكرايب. قلنا لكم انتم جبنا لكم 15 ولد يقولوا لكم سبسكرايب وهالقصص. وقولوا لنا انتم بشو مميزين. باي.